أهلا بكم في لقاء متجدد من لقاءات حديث العرب. ضيفي هذا الأسبوع المفكر اللبناني الدكتور خالد زيادة. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. طبعا لن نحاور السفير أو الدبلوماسي بقدر ما نريد أن نحاور المفكر والأكاديمي الدكتور خالد زيادة. طبعا أنت عملت سفيرا لبلادك لبنان في القاهرة لما يقارب 9 سنوات. صحيح. ولكن عطائك الثقافي وإنتاجك كان مستمر حتى أثناء تلك الفترة. اسمح لي أبدأ بمقطع من كتابك المهم المسلمون والحداثة الأوروبية. قلت بأن الصدمة الحضارية للمسلمين لم تنشأ عن الحملة الفرنسية على مصر، بل قبل ذلك بأكثر من 100 عام عندما اصطدم العثمانيون بتفوق أوروبا عليهم. طبعا هذا الطرح لغير المختصين من أمثالي قد يكون مفاجأ إلى حد ما، لأن التصور عندنا ارتبط بالحملة الفرنسية على مصر. ما دلالة هذا التغير أو هذا الطرح؟ الواقع أني حين ذهبت إلى فرنسا للتحضير للأطروحة في الدكتوراه كنت أحمل هذا التساؤل في ذهني، خصوصا أن قراءاتي يعني بيّنت لي بأن العثمانيين تعرفوا إلى الحضارة والثقافة والتقنيات الأوروبية منذ مطلع القرن 18. وحين تعمقت في السؤال حول هذه المسائل وجدت بأن العثمانيين السبب الذي دفعهم إلى ذلك هو أيضا هزيمة عسكرية قاسية وقعت في السنة الأخيرة من القرن 17، أي سنة 1699. نعم. وهذه الهزيمة خسروا فيها أراضي شاسعة في أوروبا، وهذا ربما لا يكون معروف للقراء العرب والمتابعين العرب، يعني هنغاريا وبلاد في حوض الدانوب خسروها العثمانيين. وهذه الهزيمة جاءت بعد سنوات قليلة من وصول العثمانيين إلى أسوار فيينا سنة 1683، يعني الفارق سنوات قليلة. نعم. فطبعا هذا شكل صدمة كبيرة، أنه هذا التراجع الكبير، وكان هناك بحث من العثمانيين. نعم. حول أسباب هذه الهزيمة الكبيرة، وتبين لهم بأن التفوق السلاح الأوروبي هو السبب الذي. نعم. يعني أوصل الجيوش وخصوصا النمسا إلى الانتصار، هذا الانتصار الكبير. ولكن الشيء الأكثر. نعم. قسوة بالنسبة للعثمانيين هي أن الهزيمة كانت أيضا أمام روسيا، وبنظر العثمانيين أن روسيا بلد متأخر، وكانت بالفعل هي بلد يعني ريفي وبعيد. نعم. عن أوروبا الغربية اللي يجري فيها هذا التقدم الذي أدرك فيما بعد. نعم. وهذا ما دفع رجال السلطة والمستشارين الكبار اللي هن كتاب في الدولة إلى التفكير العميق حول هذه الأسئلة. يعني وقتها القيادة العثمانية لم تكن تستوعب التغيرات العلمية التقنية نسميها ما شئنا في أوروبا، لم تكن على دراية حقيقية بهذا التقدم. وربما يكون من أسباب عدم الإدراك المباشر هو أن القوة العثمانية كانت قوة كبيرة وموحدة، يعني الجيش العثماني. نعم. السلطان العثماني يستطيع أن يحشد آلاف المقاتلين، بينما القوى الأوروبية مجزأة. نعم. ويعني أعداد الجيوش في النمسا أو البلدان. نعم. لكن الدرس من ذلك يعني أنه القوة العسكرية لوحدها ليست يعني أداة كفيلة بالانتصار. الذي حصل أن التقدم السلاح الأوروبي هو الذي سبب هذه الهزيمة للعثمانيين. وطبعا هناك أسباب أخرى، لكن التقدم ليس فقط تقني ولكن في الأنظمة العسكرية أيضا التي يتبعها الأوروبيون، وهذا ما درسه. نعم. العثمانيون لاحقا. في جميع الأحوال الفكرة التي يعني أردت أن أبحثها. نعم. هي أن الدرس ليس بالنسبة للعرب، ربما يكون العرب قد عرفوا التقدم الأوروبي والصدمة حدثت سنة 1798 حين جاء بونابرت إلى مصر وهزم المماليك. نعم. آنذاك. ولكن قبل 100 سنة سنة 1699 حدث شيء مشابه في الدولة العثمانية، وكانت هزيمة قاسية خسروا فيها أراضي كثيرة، وهذا ما دفع إلى التفكير. نعم. وإلى التعرف إلى ما يجري في أوروبا، فأوفد. نعم. السلطان لاحقا بعض الموفدين السفراء
وكتب عدد من يعني المتنورين إذا جاز التعبير العثمانيين حول هذه المسائل، والذي حصل أن السلطة العثمانية بدأت بافتتاح المدارس العسكرية الحديثة والمطبعة سنة 1728 بالوقت اللي كان ممنوع الطباعة، نعم، التي عرفت منذ مطلع القرن السادس عشر. طبعا هذا الحديث في سياق السؤال الكبير عن يعني لماذا تقدم غيرنا وتأخرنا نحن، نعم. سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذا السؤال، ولكن عودة إلى علاقتنا نحن العرب بأوروبا، العلاقة الجدلية الازدواجية في النظرة عموما. في كتابك لم يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب، كأنك اختزلت يعني العطاء الأوروبي في الأيديولوجيات التي استوردها العرب من الأوروبيين، يعني الشيوعية، القومية، الليبرالية. ماذا عن الحداثة اليوم؟ ما زالت الحداثة الأوروبية تحديدا أو الغربية المؤثرة؟ الكتاب هو عن الأفكار، يعني نعم، بالدرجة الأولى. والأفكار أنا قلت في هذا الكتاب أن الكتاب أن عطاء أوروبا هو في المجال التقني والعلمي، ولكن نعم، ربما عطاء الأهم بالنسبة للعالم ككل هو العطاء الفكري. وذكرت بأن أفكار التنوير لم تصل فقط إلى العرب، ولكن كان لها تأثير في الصين، نعم، والهند، صحيح، صحيح، ووصلت إلى أمريكا اللاتينية ووصلت إلى كل أنحاء العالم. نعم، هذه الأفكار التي تعود إلى القرن الثامن عشر، نعم، والتي تتضمن فكرة الحرية والمساواة، والتي أنتجت الثورة الفرنسية سنة 1789. وفيما بعد العطاءات الأوروبية، صحيح أن أوروبا يعني هي كانت متقدمة في التقنية، وكان اعتماد العالم كله على أوروبا، نعم، في التقنيات حتى مطلع القرن العشرين وحتى منتصف القرن العشرين، ولكن أنا ركزت على الأفكار بأن أفكار أوروبا وخصوصا في 30 سنة الأخيرة من القرن العشرين تراجعت أوروبا، تراجعت هذه الأفكار. وربما تأييدا لهذه الفكرة نجد أن هذه الأفكار تراجعت في أوروبا نفسها، وخصوصا الانتخابات التي جرت ربما في فرنسا وغيرها وصعود الشعبويات يدلنا على تراجع يعني اللي حدث في فرنسا مؤخرا ولن نخوض به كثيرا. اليمين تراجع واليسار تراجع، وظهر شيء جديد يعني خارج هذه الإيديولوجية. نعم. على أي حال أريد أن أضيف شيء قليل، بأنه أوروبا حتى في مجال لا شك أنها يعني ما زالت تنتج في العلوم وتنتج في الأكاديميات وفي الإنسانيات وفي علوم الاجتماع، ولكن نجد بأن التقنيات أصبحت في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية تتفوق، نعم، والصين وحتى اليوم في كوريا قومي، نعم، وحتى الصين، نعم، يعني نعم. فلم تعد أوروبا التي كانت، نعم، بالنسبة للعالم في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين. نعم. قلت أيضا أن التهديد الإسلامي في الأندلس قد أيقظ الهوية الأوروبية وربطها بالمسيحية، حيث أبرز الخوف من الإسلام نزعات التشدد لدى الأوروبيين وأحيا لديهم العادات المرتبطة بالإيمان المسيحي. وهذا يقود إلى أيضا ما يطرح اليوم بأنه صعود اليمين في الغرب عموما ربما أحد أسبابه هو الإرهاب بين قوسين ما يسمى بالإرهاب الإسلامي. صحيح. أول الجزء الأول من الكلام هو يعني ينبغي أن أقول من قائل هذا الكلام، نعم، هو المستشرق الإنجليزي مونتغومري وات، حتى لا أنسبه إلى نفسي، نعم، أنا سجلت هذا، أنت نقلته، نعم، صحيح، نعم، نقلت هذا الكلام، وهذا شيء مهم، نعم، يعني أن ندرك ما حدث في القرن التاسع في إسبانيا خصوصا، نعم، يعني أو بلاد الأندلس من ردود فعل. فالإسلام أيقظ الهوية المسيحية فعلا، يعني حسب مونتغومري وات وحسب ما نشاهد، نعم، وصولا إلى الحروب الصليبية، يعني كل هذا هو بناء لتوسع للمسيحية الكاثوليكية خصوصا التي أوصلت إلى الحروب الصليبية التي يعني هي مزيج من مطامع وأفكار دينية وإلى آخره، ربما انتقام أيضا فيها شيء من يعني استرداد فكرة استرداد المقدس أنه باعتباره مهد المسيح إلى آخره. طبعا الإيديولوجيا الدينية خلاقة، يعني تخلق الكثير من المسائل، لكن الآن جزء من ما حدث حين يعني تقدم الغرب في مطلع في القرن الثامن عشر كما ذكرنا بالنسبة للعثمانيين وفي القرن التاسع عشر بالنسبة للعرب، حدثت ردود فعل متفاوتة. رد الفعل الأول هو الذي عبر عنه بالضبط خير الدين التونسي
اللي كان يعني أحد التنويريين العرب الكبار واللي كتابه معروف باسم أقوم المسالك في معرفة أحوال المسالك، يقول خير الدين التونسي بأنه التمدن الأوروبي تيار جارف لا بد من السير في اتجاهه وخشية الغرق، يعني اللي لا يمشي في هذا الاتجاه يغرق. هذا كان فكرة مسيطرة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أثرت حتى على المصلحين الإسلاميين يعني أمثال محمد عبده اللي قالوا أنه لابد من يعني أخذ بهذا التقدم أو التنبه إلى هذا التقدم. ولكن أيضا هذا التقدم أثار حساسيات لدى فئات من المسلمين، فنشأت تيارات إسلامية صغيرة كانت وتوسعت فيما بعد مع الأنظمة العسكرية والأنظمة الأحادية كما ذكرنا، لأنه كل حدث كبير يخلق ردود فعل متفاوتة، ليس نوع واحد من ردود الفعل. لا شك أنه التيار اللي ما يسمى بالتيار الإخواني كان تيارا صغيرا في الثلاثينات والأربعينات، وهو تغذى على فكرة العداء للغرب. واليوم ينبغي أن نلاحظ بأن ما يوحد الاتجاهات الإسلامية المختلفة والمتضاربة هي فكرة واحدة، هي العداء للغرب، يعني باعتبار أن الغرب هو تهديد للإسلام ولفكر الإسلام، وهذا من وجهة نظرنا ليس صحيحا. الغرب يعني قدم شيئا على أصبح مكتسبات إنسانية، وأما ما يتعلق بثقافته هذا شيء يخصه. نعم، لكن الخطاب نفسه خطابنا الإسلامي، ألا تتفق مع بعض من يطرح بأنه دائما التطرف يقود إلى تطرف في الجهة في الضفة المقابلة؟ فكر داعش، عنف داعش وأخواتها، ألم يقود أو يتسبب بشكل ما في صعود تيارات اليمين في الغرب؟ لا شك أنه يعني لا يمكن إنكار ذلك، بالعكس، لأن الجوار هذا الذي تكلمت عنه هو جوار أيضا فريد حتى في هذه المسألة. لأنه نعرف نحن أن المهاجرين، جزء كبير من المهاجرين اللي يعني بعض الأفراد منهم أو بعض الجماعات متطرفة يأتون من البلدان العربية والبلدان الإسلامية، يأتون إلى أوروبا. والواقع أنه هذا الأمر هو جزء من هذا التحول اللي حدث في الثلاثة عقود الأخيرة أو أربعة عقود الأخيرة، لأن الفترة السابقة ما كان هناك أي كلام عن الإرهاب. أنا أريد أن أذكر فقط، وهذا شيء مهم أن نذكره في هذه المناسبة وفي حديث العرب أيضا، بأن الغربيين المفكرين والمستشرقين الذين اهتموا في الإسلام في النصف الأول من القرن العشرين كانوا يتكلمون عن الحضارة العربية والعطاء الإسلامي والثقافة الإسلامية والفلسفة الإسلامية. الآن غاب كل هذا الكلام، لا نسمع إلا بكلام عن الإرهاب. وطبعا الجزء الأساسي من هذه المسؤولية يقع على هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون الإسلام بهذه الصورة، يعني الذين يقدمون التيارات التي تثير المخاوف، لأن الغربي مثله مثل غيره خارج الغرب لا يشاهد للأسف من منطقتنا سوى أحداث العنف وأخبار الدمار والقتل إلى آخره، وخصوصا في السنوات الأخيرة. يعني دكتور خالد زيادة، بستأذنك بالفاصل الأول من في هذا الحوار، أعود بعده لأكمل هذا الحوار، ابقوا معي. إذن نواصل هذا الحوار مع المفكر اللبناني الدكتور خالد زيادة. دكتور خالد، تقول أن فكرة استخدام الدين في السياسة ترجع لفترة السلطان العثماني عبد الحميد الذي دعا إلى الجامعة الإسلامية بغرض وضع الإسلام كقوة في مواجهة الدول الغربية لإنقاذ الإمبراطورية العثمانية من الانهيار، وذلك بجمع المسلمين العرب والأتراك تحت السلطنة العثمانية، وهو أول استخدام سياسي للإسلام. صحيح. يعني هل كانت مبرر أو خشية من انهيار دولته فبالتالي
يعني اللعب على العاطفة الدينية ربما توحد العرب والأتراك؟ صحيح. يعني أولا خلينا نتفق على المرحلة التاريخية، هذا نعم. هذا الكلام حصل في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، حين كانت الدولة العثمانية تواجه فعلا ضغوط أوروبية شديدة يعني نعم. وتقريبا خسرت أغلب الأراضي نعم. التي كانت في أوروبا، وأصبح المكون الأساسي لشعوب هم العرب والعثمانيين، يعني أصبحت غلبة للمسلمين. بالأول كان يعني لما كانت الدولة العثمانية وصلت إلى حدود فيينا وهنغاريا وإلى آخره، كان في جزء كبير من المسيحيين يعني هم رعايا إذا جاز التعبير. السلطان عبد الحميد بهذه الظروف، أنا رأيي، هذا رأيي يعني أقول أستطيع أن أنسبه إلى نفسي، يعني بأنه دعوته إلى الجامعة الإسلامية هي دعوة سياسية وليست دينية، يعني واستخدام الدين. نعم. بس أيضا قبل اسمح لي على المقاطعة دكتور، أيضا نعم. العباسيين والأمويين كلهم وظفوا الدين لتبرير المشروع السياسي. في الفترات السابقة ما كان يصير حشد للناس، ما كان في مشروع سياسي، كان في عاطفة دينية في مقابل عاطفة دينية، يعني كان الصراع الديني قائم في نعم. أيام العباسيين وأيام الدول، وحتى العثمانيين كانوا يستعملون الشعارات الدينية في حروبهم. لكن أنا أقول كيف يعني هي النقطة حساسة، انتقال من العاطفة الدينية إلى مشروع سياسي مبني على نعم. الدين، يعني نعم. هذا الفارق نعم. والواقع أنه ليس السلطان عبد الحميد وحده. لو قرأنا مجلة العروة الوثقى، أعداد العروة الوثقى التي كان يصدرها الأفغاني محمد عبده في باريس، نجد هذه الدعوة أيضا، يعني حشد المسلمين في مواجهة ما يسميه الأفغاني في العروة الوثقى الصليبية، يعني يسمي، وهو أول من استخدم تعبير الصليبية استخداما حديثا، وأسس لي فكرة هذا العداء للصليبية اللي هي يعني مضمون غربي ومسيحي وديني نعم. ودعا إلى أيضا إلى هذا الشيء. ربما لم يكن في ذهن سلطان عبد الحميد ما سيحدث بعد 100 سنة يعني بالتيارات الإسلامية، ولكن أنا أريد أن أؤصل لفكرة نعم. استخدام الدين في السياسي وتدخل الاستخدام السياسي للدين نعم. وتمييز عن استخدام العاطفة الدينية التي كانت موجودة في التاريخ نعم. وبالمناسبة دكتور خالد، بما أنه يعني أنت تتحدث هنا عن يعني مسألة تاريخية ببعد فكري، ولكن اليوم واحدة من معاناتنا في المنطقة العربية هي استغلال الدين في لعب سياسية وتوظيف جماعات دينية، ثم يعني يصبح من الصعب السيطرة عليها، أليس كذلك؟ هل تتفق مع هذا الطرح؟ أنا حين تكلمت عن يعني سلطان عبد الحميد والعروة الوثقى وجمال نعم. الأفغان، لأصل إلى الحاضر لأقول أنه متى بدأ هذا الاستخدام نعم. السياسي وكيف استمر وتصاعد وتعاصم. وأنا رأيي بأن يعني باختصار لكي لا يعني نطيل الكلام، بأنه لا إصلاح للإسلام إلا بفصل السياسة عن الدين، ولا تقدم لنا إلا بفصل السياسة عن الدين. يعني علمانية سياسية، دعك من كلمة علمانية، يعني نحن ممكن نسميها أي شيء، ولكن لا يمكن أن نستمر في استخدام الدين كأداة سياسية، وكل واحد يفسر نعم. النصوص على كيفه نعم. وبالطريقة التي تناسبه. وشفنا نعم. في التجارب المؤخرة، يعني دون أن ندخل في التفاصيل نعم. كيف أن الأطراف والتيارات اللي تبني إيديولوجية على الدين تتضارب مع نفسها وتتقاتل صحيح. من هو صحيح. الصحيح كل هذا. بس عندك حساسية من استخدام مصطلح العلمانية السياسية؟ لا ما عندي حساسية، لكن أظن أنه وهذا مناسب للقول بأنه كلمة علمانية حملت الكثير، فنحن يعني هي مناسبة لتوضيح بأن العلمانية لم تعني في أي وقت عداء للدين، وإنما فصل المجال الديني عن المجال السياسي، هي مناسبة لقول هذا نعم الكلام صحيح. ولكن في التيارات الدينية وغيرها يلي أرادت أن تعطي للعلمانية طبعا أنها إلحادية، وهي ليست إلحادية، يعني ليست
ليست دعوة إلحادية، هناك دعوات إلحادية في الغرب ظهرت. نعم. معروف يعني. بس هي كما تعرف يعني غني عن القول أنه بعض التيارات الدينية المحافظة تريد أن تهاجم خصومها فكريا وسياسيا بتحميل العلمانية. نعم. ما لا يعني أكبر مما من وهي معناها. وهي مناسبة لنوضح بأن العلمانية يعني بأصولها ليست معادية للدين، ولكن لفصل المجال الديني، وأعتقد مجال الديني على المجال السياسي، وهذا بالضبط ما نحتاجه اليوم في العالم العربي. نعم. والعلمانية أيضا هي من حمت المؤسسات الإسلامية في الغرب أيضا، هذا ما يحصل في الواقع يعني. نعم. لأنه يعني مبدأ العلمانية هي احترام. نعم. الأديان واحترام الخصوصية الدينية لكل فرد ولكل. نعم. جماعة. كيف ترى العلاقة بين الدين والدولة؟ أنا أعتقد أنه هذا مجالين الآن أكثر من أي وقت مضى ينبغي أن نبني الدولة على أسس التي بنيت في العالم كله، على أسس يعني الدولة الآن أصبحت شوف الواقع يعني لازم كمان نوضح هذا الشيء لمن يتابعنا. الدولة التقليدية لم يكن لديها مهمات تنحصر إذا رجعنا إلى الدولة، حتى الدولة العثمانية قبل الإصلاحات والدولة المملوكية والعباسية كان المهمتين الرئيسيتين للدولة هي الأمن. نعم. وجمع الضرائب، وجمع الضرائب من أجل تأمين الأمن يلي يسمى بالخراج وإلى. نعم. آخره. الدولة الحديثة التي نشأت في القرن 17 خصوصا هي دولة معقدة ودولة مؤسسات متشعبة. نعم. ولا يمكن اختصارها بفكرة الخلافة وخليفة يقف على رأسه ويحكم وإلى آخره. هذا شيء يعني جديد حصل في الإنسانية منذ القرن 17 بالضبط. نعم. ونهاية. نعم. والذي يعني فسره وأسس. نعم. له فلاسفة القرن 17 خصوصا أمثال جون لوك في كتابه مثلا مقالتان في الحكم المدني، والثورة الإنجليزية في القرن 17 التي وضعت حدودا دستورية للملك اللي كان فيما قبل مطلق الصلاحية. إذن لازم نقول بكل صراحة وكل وضوح بأن الدولة الحديثة تقوم على أسس مختلفة تماما عن الدولة التقليدية يلي هي في أذهان بعض الإسلاميين الذين يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام دعوتهم إلى الدولة الدينية. نعم. في كتابك دكتور خالد زيادة كتاب الخسيس والنفيس قلت وحال الفقهاء دون جعل الاحتساب مؤسسة حصرية للرقابة حين أطلقوا مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلوا من كل مسلم محتسبا ورجحوا الجوانب الأخلاقية والمبدئية على حساب إنشاء نظام متكامل للرقابة، أيضا هذا في إطار الحديث عن دولة المؤسسات. صحيح. المؤسسات الرقابية إلى آخره، هل نوضح في هذه النقطة؟ صحيح، يعني لأنه لو قرأنا مادة الاحتساب تعرف هناك عدد كبير من. نعم. الكتب. نعم. يعني عشرات الكتب موضوعها هو الحسبة. نعم. والحسبة العملية يعني، وهذا موضوع اهتمام فيه كان اهتماما. نعم. يعني بدأ في القرن 19 مع عدد من المستشرقين، وأنا يعني كانت فكرة الرقابة اهتمام بها في فترة من الفترات وأنجزت هذا الكتاب. نعم. لكن حين نقرأ مثلا عند الغزالي اللي هو فقيه كبير في. نعم. أحياء علوم الدين في باب الاحتساب يرى بأن كل مسلم بالغ وعاقل لأن هي شروط. نعم. الولاية يحق له أن يقيم نصاب الاحتساب، وهذا شيء يعني في زمنه لا أفهم كيف الأمور كانت إلى آخره، لكن هذا لا يؤسس لمؤسسة واضحة المعالم قادرة على ضبط. نعم. المسائل المتعلقة بالرقابة على المدينة، والرقابة على المدينة هي يعني بشكل أساسي المرافق العامة. نعم. أنت قلت أيضا أنه كانت مهمة المحتسب الرقابة على الأسواق يعني، لكنه تطورت إلى أن أصبحت تدخل في شؤون الناس في حياتهم الخاصة، وهذا الشيء اللي شفناه في بعض المناسبات. نعم. حصل يعني
يرفع أحد الأشخاص دعوي على نصر حامد أبو زيد بمبدأ الحسمة. الحسمة نعم. وطبعا هذا يعني يلغي دور المؤسسات. نعم. وربما في بعض الأحيان يحدث مسايرة، لكن نحن في نقاشنا الآن ينبغي أن نكون واضحين في هذه المسائل. لا يمكن ترك هذه المسائل للأهواء، لأن المؤسسات تقوم على مبادئ وعلى قوانين. نعم. وهذه القوانين تنطبق على عامة الناس، لا يمكن أن تترك للأهواء، أن الواحد نعم. يعتبر نفسه محتسب. ثم شيء آخر، الحسبة حين نقرأ كتب الحسبة هناك مواضيع محددة أمام المحتسب لا تتعلق بالرأي، يعني إن كان ما كتبه الشيزري في موضوع الحسبة، وإن كان ما كتبه آخرون، وإن كان ما كتبه في الأندلس الجرسيفي إلى آخره من أسماء الفقهاء اللي الحسبة العملية، اسمها الحسبة العملية، لا علاقة لها في الحسبة على الإعراب. ويعني هذا يعني ربما كنا متقدمين في وقت من الأوقات. كان هناك حوليات جامعة الكويت نشرت نصين في الاحتساب، أريد أن أذكر هذا الأمر. أحد النصوص تتعلق بأحد بمواطن يرفع شكوى أمام القاضي على المؤذن الذي يرفع صوت. ما كان في ميكروفونات في نعم. في أيام الأندلس، وكسب الدعوة على شوف وين كنا يعني نعم. وأين أصبحنا. هذا نعم. شيء نعم. يدخل في موضوع الاحتساب وليتعلق في المسائل العلنية نعم. العملية. صحيح صحيح، نموذج بالنسبة لي نموذج إيجابي أن يطرح في هذه الحلقة. دكتور، ماذا قصدت بأن ابن تيمية هو نتاج الفترة المبكرة من زمن المماليك 1263 إلى 1328 هجري؟ يعني ابن تيمية يقال عنه أشياء كثيرة، نعم، لكن حين نريد أن نبحث خارج الاصطفافات وخارج نعم. أنا أعتقد أنه هو عاش بفترة، وأنا كنت أقارن بينه وبين الأفغاني. نعم. حين يعني استحضرت ابن تيمية، أنا لست خبيرا يعني في فقه ابن تيمية، لكن هو عاش بفترة فيها الغزو الصليبي والغزو المغولي، وكان يعني عملت ردود فعل مثل اللي عملت ردود الفعل في زمن الأفغاني وما بعده، فكرة أنه الغزو والاستعمار. نعم. في القرن التاسع عشر اللي ولدت ردود فعل عنيفة هي اللي أثرت في ابن تيمية وقت نعم. الغزو. هذا ما قصدته في نعم. طبعا أهمية ابن تيمية في حوارات اليوم أنه كثير من أو بعض جماعات المتطرف وجماعات العنف يعني تتكئ على بعض طروحات ابن تيمية لتبرير أعمال فيها قتل وفيها سبي إلى آخر. إذا كنت قلت هذا الشيء لأقول أنه نحن لسنا في عصر ابن تيمية. نعم. يعني وابن تيمية ليس الفقيه الوحيد في يعني أنتج الإسلام فقهاء كبار، فلماذا نتوقف عند واحد من هؤلاء فقط؟ علما أنه قبله وبعده هناك يعني فقهاء كبار وأنتجوا إنتاج هائل من المسائل الفقهية المتعلقة بالآخرين. يعني خذ مثلا في الفترة العباسية المبكرة الفقيه الشيباني اللي كتب فيما يتعلق بمسائل العلاقة مع الآخر الناتجة عن الغزوات وإلى آخره. فيعني هذا الذي أسس الشيباني فقيه كبير يعني من الفقهاء، فهذه هي الفكرة. طيب ممتاز. قلت أيضا أن البنية التنظيمية للإخوان مشابهة للأحزاب القومية في أوروبا في الثلاثينيات لجهة السرية والولاء والطاعة للزعيم أو المرشد، أما تعاليم الإخوان فليس لها علاقة بتعاليم الإسلام التقليدية والمتوارثة. هل نوضح هذه الفكرة؟ الواقع أنه خلينا نكون صريحين، يعني الإخوان هو تنظيم الإخوان اللي أسسه حسن البنا سنة 1928 أو سنة 1929 هو من حيث الشكل لا علاقة له بالتراث الإسلامي المتعلق بالتشكيلات أو الجماعات نعم. المتصوفة وإلى آخره. هو تنظيم حزبي. في الإسلام ما في شيء اسمه تدخل وتحلف يمين الطاعة لشخص، ويعني نعم. هذا غير موجود. هذا موجود في التنظيمات خصوصا بتلك الفترة، تنظيمات الفاشية يعني اللي تشبهت بتنظيم الفاشي الطلياني والنازي، الصرامة في التنظيم
والسرية في التنظيم والغرف المغلقة والمعتمة والمظلمة اللي يحلف بها اليمين إلى آخره. هذا شيء ليس من الإسلام. أن تكون مسلم يخفى أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله تصبح مسلما بطريقة علنية، أنت لا تحتاج إلى يعني إلى غرف سرية وإلى أيمان. إذن هذا توظيف أو استغلال سياسي. هذا الفكرة بأن التأثير الذي حدث مع يعني التيارات الإيديولوجية الأوروبية التي أتت من الغرب أثرت حتى على الاتجاه اللي يقول أنه اتجاها إسلاميا. التنظيم يعني في الفقرة اللي أوردتها حضرتك أقول بأنه هذا ليس له علاقة بنوع الانتماءات الإسلامية المتعددة كانت في التاريخ. هذا تنظيم حزبي حديث يعني يستجيب لكل فكرة الحداثة ومسائل السلطة والزراعة العسكري إلى آخره. هذا شيء تعبير حديث عن إسلام مأزوم. نعم. أيضا قلت حول السؤال الكبير كيف ننهض، قلت أن سؤال شكيب أرسلان مركب، يريد أن يقول بأن الإسلام كان له في الماضي السبق في التقدم على سائر الشعوب، فلماذا يتقدم اليوم الآخرون؟ وجواب أرسلان في النتيجة متضمن في السؤال: ينبغي على المسلمين أن يستعيدوا دينهم ووحدتهم حتى يتمكنوا من التقدم. ونظن هذا الجدل المطروح بين الإسلاميين وغيرهم، الإسلامي يقول ننهض بالتمسك بالإسلام، طبعا عنوان عريض ما نعرف أي إسلام يقصدون. كيف ننهض؟ ننهض يعني بكلمات مختصرة بالاستجابة للحداثة. لا نهوض يعني لا تنهض. لم ينهض شعب بالتغني بأمجاد الماضي، هذا أولا. ثانيا من حيث التفصيل، يعني إذا كنا نريد أن نقول كلاما واضحا بأنه إذا لم تكون لدينا بنية تعليمية حقيقية فلن ننهض، لأن التجارب الأخيرة أثبتت بأن العلم الشعوب التي أحسنت التربية والتعليم من اليابان إلى كوريا إلى ماليزيا هي الشعوب التي تقدم. وهذا العلم هو العلم الحديث الذي يستجيب إلى كل متطلبات الحداثة. نحن تأخرنا كثيرا، كنا متقدمين، مصر كانت سوريا متقدمة على كوريا وعلى ماليزيا في الستينات، حدث يعني الذي حدث. فإذا لابد من العودة إلى المبادئ البسيطة التي قال بها رواد النهضة العربية في القرن التاسع عشر، ركزوا على موضوع التربية. يعني خلينا نكون يعني نقول كلاما بسيطا في مسائل عويصة. إذا لم نستطيع أن نستعيد يعني ناصية العلم والعلم الحديث، وأن يكون لنا كعرب إسهام كبير في ما يحدث في العالم من إنتاج علمي، لن نتقدم. يعني هذا أساس. شيل كل الإيديولوجيات والتيارات السياسية، الثورة الحقيقية التي ينبغي أن تحدث هي الثورة في هذا المجال من ضمن مجالات أخرى: التنظيم والإدارة الحديثة ويعني تقليص الفساد إلى آخره من مسائل. نعم. طيب إذن بستأذنك بالفاصل الأخير دكتور خالد زيادة، تفضلوا بالبقاء معي. إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع المفكر اللبناني الدكتور خالد زيادة. تقول دكتور خالد: فكرة إصلاح التفكير الديني يمكن أن نرجعها إلى رائد الإصلاح الإمام محمد عبده، الذي أعلن أنه لا سلطة في الإسلام على الإطلاق، ودعا إلى اعتماد العقل في فهم العقيدة. يبدو ما أحوجنا اليوم لمثل هذا الطرح. أنا رأيي بأن محمد عبده فعلا يعني هو رائد الإصلاح. نعم. وليس الأفغاني، يعني مع أهمية الأفغاني يعني إلى آخره. لكن الشيء المهم بتجربة محمد عبده، الإمام محمد عبده، أنه كان تلميذا للأفغاني، وأنه
نفي بعد ثورة عرابي. نعم. وأنه ذهب إلى باريس ونشر العروة الوثقى مع الأفغاني. والعروة الوثقى لمن يراجعها فيها دعوات نارية يعني في السياسة وضد الإنجليز وضد الغرب وضد الصليبية الحديثة إلى آخره. المهم أن محمد عبده حين عاد إلى مصر بعد المنفى وبعد هذه الجولة أراد، وهي الفكرة المهمة اللي كنا نقولها قبل قليل، نعم، أراد أن يفصل ويحرر الدين من السياسة، أي أنه طوى تجربته مع الأفغاني وقال بأنه ينبغي، نعم، أن نذهب إلى التربية وإصلاح التفكير في مسائل الإيمان، وقال بأنه يعني لا سلطة لأحد في على المسلمين في إسلامهم، يعني ما حدا بيقدر يقول أنا يعني أتحكم في هذا الشخص وفي إيمانه. وهذا معناته إطلاق لفكرة الفرد المسلم، الفرد الحر اللي هو في علاقته، مسألة شخصية، يعني التدين مسألة شخصية بكل تأكيد. نعم. لأنه حتى الآيات القرآنية تحاسب الفرد على إيمانه، نعم، وعلى أدائه، لا تحاسب الجماعة، يعني لا تأخذ، نعم، الجماعة بجريرة الفرد. كل إنسان القرآن الكريم يخاطب، نعم، المسلم والمسلمة، يخاطب الفرد في هؤلاء، يخاطب الإنسان إلى آخره. نعم. لكن بالنسبة لمحمد عبده هو جاء بفترة مهمة، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي، نعم، أن نوضحها، كانت فترة إصلاحية، يعني هذه الفترة كان، نعم، مناخ إصلاحي، وكان له تأثير كبير، لأنه هذه الفترة اللي منشوفها يعني من توفي محمد عبده سنة 1905 وترك أثرا كبيرا ليس في رجال الدين، وإنما ترك في الأشخاص المتنورين المسلمين، أمثال سعد زغلول، نعم، يلي عمل معه في المجلة التي كان يصدرها، مجلة قضائية، و أثر في أشخاص كثيرين أمثال قاسم أمين وإلى آخره. هؤلاء ليسوا رجال دين، ولكن هؤلاء مسلمين كانوا يفكرون بتقدم الإسلام في هذا العصر. ونجد بأنه بغض النظر عن هذا التأثير، بأن كل الإصلاحيين في النصف الأول من القرن العشرين، وهم أشخاص من تونس التي زارها محمد، نعم، عبده على أي حال، ومن الجزائر ومن لبنان وسوريا والعراق إلى آخره، كل هؤلاء كانوا يركزون على العطاء الإسلامي للإنسانية، على الحضارة الإسلامية، على اللغة العربية، على التراث العربي، رؤية تنويرية إنسانية، رؤية تنويرية. وهذا لو راجعنا هؤلاء الأشخاص، مصطفى صادق الرافعي، أحمد، نعم، أمين، عبد المجيد المغربي إلى آخره، كل هؤلاء، نعم، الأشخاص كانوا أشخاص يفكرون بأن الإسلام ينبغي أن يستفيد من تجربته، نعم، الحضارية في الماضي ليستعيد حضوره في العصر الراهن. نعم. لفت انتباهي رؤيتك لعصر الأيديولوجيات، تقول الحقيقة أن عصر الأيديولوجيات قد أفل، وما نحتاجه هو إعادة صياغة مفهوم العروبة على أسس منفتحة وإقامة أنظمة تضمن التعددية والحرية. يعني هل استوعبنا الدرس في العالم العربي؟ أنه الأيديولوجيا أيا كانت، يمين يسار، إسلامية قومية إلى آخره، لا تقود إلا إلى كوارث كما شهدنا في العالم العربي. للأسف هذا ما حصل، ولكن الآن أعتقد، نعم، بأنه هذه اللحظة للتفكير بعروبة متجددة. وأنا في بعض الأشياء التي كتبتها ربما لا تكون يعني في هذا الكتاب اللي أشرت إليه واضحة الفكرة، لا، ولكن أنا ميز بين العروبة وبين القومية العربية. العروبة هي التي نشأت في نهاية القرن التاسع عشر، والتي مبنية على هذا التعدد، واللي ساهم فيها المسيحيون اللبنانيون أكثر، يعني كان لهم دور كبير، لا، والتي تأسست على العطاء اللغوي والثقافي، واللي كان هدفها يعني إبراز شخصية العربي في العصر الراهن. القومية العربية هي إيديولوجيا سياسية،
ترجمت في تيارات نعرفها، إن كان حزب البعث ولا الناصرية، والتي كانت لها برامج. ومن المؤسف أن هذه البرامج لم تتحقق لا في الحرية ولا في الاشتراكية ولا في الوحدة. كانت شعارات ثم كانت استغلت شعارات سياسيا للأسف، يعني في النهاية أخفقت في جميع الأحوال. ما نحتاج إلى عروبة منفتحة حديثة، ما نحتاجه الآن بالذات خصوصا في هذه اللحظة إلى عروبة تعددية تأخذ كل المذاهب والإثنيات بالاعتبار، ولأن العروبة يعني جذر الحضاري أقوى بكثير من جذر السياسي، وينبغي أن تكون هي هذا الجامع لكل الناطقين باللغة العربية في هذه اللحظة بالذات التي نواجه فيها كل هذه التيارات وكل هذه الأخطار وكل هذه المشاكل. نعم دكتور خالد، في كتابك الكاتب والسلطان من الفقيه إلى المثقف تطرح إشكالية العلاقة بين المثقف والسلطة، تقول أيضا علينا أن نصيغ مفهوما للمثقف أكثر رحابة من مجرد المعارضة. كيف نشأت فكرة أن المثقف لابد أن يثبت استقلاليته بالعداء للسلطة؟ أنا يعني هقول كلام بسيط، هذه فكرة فرنسية ونحن تأثرنا بالتجربة الفرنسية. نعم. التجربة الفرنسية لأسباب يعني ربما تشرح أو تدرس في مجال آخر، لكن من أوائل المفكرين الكبار الفرنسيين اللي هو ديكارت، يعني اللي توفي سنة 1650، يعني كنا لا نزال في القرن السابع عشر. ديكارت يعني ترك فرنسا هربا لأنه اتهم بأنه ضد الكاثوليك، وذهب إلى ملكة هولندا وحتى توفي هناك. ووصولا إلى إيميل زولا وفي مقالته الشهيرة التي تعتبر تأسيسا سنة 1898، إيميل زولا كتب مقالا أني أتهم في قضية درايفوس، واعتبر أن هذا الاعتراض هو اعتراض المثقفين وولدت كلمة المثقفين، وصولا إلى جون بول سارت اللي كان يظهر في هذه تجربة الفرنسية. لكن أنا يعني قضيت فترة في ألمانيا كبعثة بحثية، وانتبهت إلى أن التجربة الألمانية المثقف هو جزء من الدولة، جزء من بناء الدولة. ولو رجعنا إلى الفلاسفة الألمان الكبار كانت وهيجل وفيختي، هؤلاء أسسوا لفكرة الأمة، يعني كل فكرة هيجل حول الدولة حول والإنجليز نفس الشيء. إذا نحن أخذنا الفكرة الفرنسية، الفكرة الفرنسية أخذناها خطأ، يعني ليس خطأ إذا كان المثقف والتنوير والمتعلم، لكن مهم أن يكون يعني أنا قلت يده بيد السلطة. قلت في هذا الكتاب كلام آخر، أنا لم أخذ بهذه، رجعت إلى الفقهاء لأؤسس لفكرة ولادة المثقف، وذكرت بأن التجربة في لبنان وبالمقارنة مع التجربة المصرية في القرن التاسع عشر، ولد المثقف المصري في كنف دولة محمد علي وفي كنف دولة إسماعيل الخديوي إسماعيل. وحتى الآن نجد أنه هناك فارق بين المثقف اللبناني يعني مع بين قوسين اللي لم يولد في كنف الدولة، ما كان في بلبنان في القرن التاسع عشر دولة من عيار دولة محمد علي ولا من عيار الدولة العثمانية. إذن هذه مسائل ينبغي أن تدرس على ضوء التاريخ لنفهم التجارب المختلفة، ولكي نقول أن المثقف هو جزء من البناء وليس فقط جزء من الاعتراض. نعم. كيف ترى يعني ظاهرة الواعظ أو من أسميته الفقيه اليوم؟ يعني يبدو أن حضور هذا الواعظ أو هذا الفقيه على المشهد عموما على المستوى، لازم نقول كلام صريح، يعني الفقهاء كانوا ينتمون إلى مؤسسة دينية. هذه المؤسسة خصوصا في الدولة العثمانية، ولو أخذنا مصر هناك مؤسسة، أنت لا تستطيع أن تكون خارج هذه المؤسسة. ولكن الذي حصل مع ضعف المؤسسة الدينية وخصوصا حين قامت الدول القومية وانهارت مشيخة الإسلام في اسطنبول، يعني في هذه اللحظة ولد الواعظ خارج المؤسسة الدينية.
مش عارف كيف واحد بيلبس يعني لباس ديني وما بنعرف وين تعلم والى ماذا ينتمي ويعتبر نفسه داعي، ويمكن يكون دارس شيمي ويمكن دارس محاسبه في معهد تقني وبيقول لك انا واعظ والى اخره. هذا الشيء ينبغي ضبطه في الواقع. لا بس هذه الحظوه لدى الواعظ في بعض المجتمعات العربيه، هل يعني اسمح لي على هذه المقاطعه، هل هذا يعني انتقادا للمثقف اللي ربما يعيش في ابراج عاجيه ليس قريبا من الناس كما هو الواعظ اليوم؟ لا شك انه يعني هذا موضوع يحتاج الى نقاش ربما في حلقه اخرى ان شاء الله، لكن تراجع الفكر وتراجع دور المثقف هو الذي ادى الى يعني هذا الحضور الطاغي للوعاظ البسطاء الذين يخاطبون يعني بعلم قليل الناس من خلال وسائل واسعة الانتشار. نعم. ولكن هذه مناسبة للقول بأنه ما لم نعيد الاعتبار للتفكير العلمي والتفكير المبني على علوم الإنسانية والاجتماعية فلن نتقدم. طيب. واعتقدنا لفترة بأن التقدم هو في الهندسة والطب وعلوم إلى آخره التكنولوجيا، التقدم الحديث الحقيقي هو الذي يحدث في العقل على أهمية العلوم التي ذكرت طبعا. نعم دكتور خالد زيادة، شكرا جزيلا لحضورك لحديث العرب، كما أشكر مشاهدينا الكرام على متابعة هذا الحوار مع المفكر اللبناني الدكتور خالد زيادة. ألتقيكم الأسبوع القادم، إلى اللقاء، شكرا جزيلا. أنا أشكرك.